الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتي وأستعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين. مشاهدين الأعزاء، حييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كما اجمعنا ربي في هذا اللقاء، وتحديدا في برنامج فعلم اللي تتبعوه كل يوم ثلاثاء مباشرة على شاشة قناة حنبع، إن شاء الله ربي يجمعنا يا ربي في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أمين. البرنامج يعنى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، واليوم ضيفتنا اللي ولات بنت القناة للمرة الثالثة، تشرفنا بفضل الله ونالت إعجاب كل المشاهدين في تدخلاتها الرشيقة، فضلا على الكتاب اللي كتبته لو سكري دو لا سونسو اللي باش نحكيو عليه بإذن الله تعالى. قبل كل شيء دكتورة أسماء بوعزيز، رئيسة قسم طب الأطفال والولدان بمستشفى بن عروس، مرحبا بك وحمد لله على سلامتك، لأنك أنت كنت مريضة ودعينا لك راهو الجمعة اللي فاتت، يعيشك بلغني ودعينا العائلة الكل، بارك الله وتفجعنا عليك و... لا الحمد لله، الحمد لله الحمد لله على سلامتك، يعيشك الله يسلمك وخليت فراغ كبير، وإن كنا حاولنا نجتهدوا ما استدعيت حد، حكيت بصفة عامة على العلم. حبيت نقول لك دكتورة، نحن اليوم باش نحكيو على الكتاب هذا لو سكري دو لا سونسو اللي هو أسرار أو سر العلقة. أول شيء، أنت يا جماعة اللي فاتت مريضة ما شفتش الحلقة، لكن حكينا على العلم، حكينا على العلم، وخليني نقول لك راهو ما عناش مراجع تعنى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة في تونس قلة قليل، يعني كتاب هذا قد يكون الوحيد. نحب نحكيه عليه، نحن الجمعة اللي فاتت حكينا على العلم، وحكينا زادة باش نعطيك الكلمة فرد مرة على علاقة العلم بالدين، وحكينا زادة على الأخت رانيا التكابري اللي هي أول رائدة فضاء تونسية، معناتها في النازا تم استدعائها في إحدى القنوات التونسية، وقالت كلمة ما تظهرش عليها علامات التدين، قالت كلمة، قالت العلم يقربنا إلى الله، حملة شعواء صارت عليها مسكينة، فقاطعت كل القنوات التونسية وقالت حتى تونس ما عادش راجع لها، وهذا الشيء يوجع القلب. أول حاجة نحبنا ناخذ تعليقك على الحادثة هذه، ثم نبدأ كيف جاتك الفكرة إن شاء الله باش كتبت كتاب، خليني نقول لك هي مجازفة، مجازفة في هالزمان هذايا في ظل الصراعات الإيديولوجية وكذا، هي مجازفة منك. الناس اليوم ماهيش قادرة تفرق ما بين الدين اللي ارتضاه ربي للأمة الكل وما بين التيارات الإسلامية الكل، راهو الدين ديننا، شي يهمنا في التيارات الإسلامية هذا ديننا. فأول حاجة نحب تعليقك على الـ رانيا التكابري اللي قالت العلم يقربنا إلى الله، علما أن ما عندها حتى علاقة بالالتزام المرأة هذية، والحملة اللي صارت عليها في الفيسبوك وفي ثم نبدأ ونحكيه إن شاء الله على سر العلاقة. كتاب عظيم أنا قريته، طبعا فما حاجات ما فهمتهمش لأنه أنت تحكي في أمور طبية علمية، لكن نربط بالآيات القرآنية اللي ونحاول نفهم ونحاول نلوش. على كل دكتورة سعى مرحبا بك، ومرة أخرى الحمد لله على سلامتك. نحب تعليق على رانيا التكابري ثم نحكي على الكتاب. يعطيك الصحة سي سيف. لو تسمح سي سيف، خاطر أنا وعدت أمي باش هي طلبت مني، قالت لي قبل ما تبدأ الكلام تقول ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. ما شاء الله. ويا أمي كانت تسمع فيها، الله أرضى الله ورضاك أنت، ونعرف اللي قد ما نعمل من وافي لك حقك. ما شاء الله، الحمد لله. على كل حال، ربي فضلنا وربي طول عمرك. يعيشك، بارك الله فيك. تعليق على اللي صار، انا ما شفتش راهو، ما نتبعش. اي انت ما عندكش فيسبوك. الفيسبوك والكل ما شفت، ما سمعت. علاش كتبت؟ نحن ما عادش نقراو، ما عادش نكتبوا، خاطر عندنا فيسبوك. هو التعليق مش يوصلني ديريكتومون للمغزى بكتابه الكتاب هذا. معناها انا سي سيف قبل كنت نقرا القران، وديما نقرا القران، وكنت نقراه لسبب واحد، معناها للتقرب من الله، هكا هو معناها قراءة القرآن للتعبد. كأيها الناس للتعبد للتعبد.
وبعد من منطلق الاختصاص متاعي والطب متاعي، معناها العلم اللي قريته في طب الأطفال والأبحاث العلمية اللي طلعت عليها واللي هي ديما في تطور معناها متواصل، وقراءتي المتزامنة مع القرآن، ولات تعرضني آيات توقفني نقول سبحان الله يا أخي، هذا مش شفتوش فك الارتيكل الفلاني، معناها فك النشرية العلمية الفلانية، ونمشي ندقق نمشي ندقق. وبعد اقتنعت معناها فما حاجات موجودة بصفة جلية في القرآن، أما لكن اللي ما يعرفش والما يقراش وما يطلبش العلم ما ينجمش يفهمها سي سيف. وتبدلت نظرتي لقراءة القرآن جملة واحدة، وليت نلوج وليت نفركس وليت كل آية نعاود نلوج لها تفاسيرها وتأويلها، بالخصوص الآيات اللي تتعلق بالخلق، مش الخلق متاع الإنسان كهو، خلق ما في السماوات والأرض. على خاطر في الآيات اللي موجودة، برشا آيات موجودة في القرآن، ربي كيف يعطي الأمثال، برشا أمثال هم ذكرهم فيما خلق في السماوات والأرض، ديما يعقب على كل الآيات ذيك يقول وتلك الآيات نفصلها لقوم يعلمون لقوم يفقهون. معناها يقول التفصيل متاع الآيات ذيك راه مش اللي يجي نجم يفهمها، نجم الله. تمر عليها أنت مرة الكرام أما ما تفهمها كان وقت تطلب العلم. هيك علاش أنا كتبت هالكتاب هذا يا سي سيف. وانطلقت من العلق. هو العنوان لو سكري دو لاسونسور اللي هي سر العلقة. اللي هو تحديدا في سورة العلق اللي هي أول ما أنزل الله عز وجل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يعني أنا نقول ليس من باب الصدفة أنه يكون الخطاب هذا بداية الوحي، أول آية نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تتحدثش على العبادة، تتحدث على العلم، ثم يشير الله عز وجل إلى العلقة اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتها فك الزمان هذاك قد يكون يقرأ الآية ولا يعني الحيفيات متاع العلقة، الحيفيات العلمية نقصد، لا يدركها صلى الله عليه وسلم، يدركها إيمانا، يدركها عقيدة، ولكن التفاصيل العلمية لأن العلقة هي في جسم الإنسان من داخل. هذا ليس من باب الصدفة. أيوة. وأنت اخترت أنك تتحدث في كتابك لو سكري دو لاسونسور على العلقة بالتفصيل بالتفصيل. نحبك تقف على العلقة. أول حاجة مفهوم العلقة ذكرنا. هو الكتاب ما يطرقش للعلقة لكله، أما البدء بتاع الفكرة بتاع الكتاب جات من العلقة، من خلق الإنسان من علقة. لو كان تسمحوا نرجعوا الآية، دونك ربي يقول أول آية في القرآن يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فما برشا أفكار في الآيتين ولا ثلاثة آيات هذوما. أول حاجة هو يخاطب مش في الرسول أكاو صلى الله عليه وسلم، خاطر نعرفوا الرسول عمره لا قرأ لا كتب، لا يعرف يكتب بالقلم، لا يعرف يقرأ من كتاب. نعم. كيف نقولوا اقرأ معناه مش نقرأه من حاجة، من كتاب، من صحيفة. نعم. إلى آخره. دونك يمكن هو أعطاه مميزات، خاطر الرسول ونبي ينجم أعطاه الإلهام تاع القراءة، هذا ما نعرفوش. أما الخطاب هذا موجه للإنسان بصفة عامة، واضح. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ربي يطلب من العباد باش يطلبوا العلم لكي يعرفوا أسرار الخلق. ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. باش نجي نقول شنية العلق. ألوغ العلق ساعة، أولا فما برشا وجه تشابه ما بين العلق والجنين دوبا ما يتولد في كرش أم، ودوبا ما يتخلق في كرش أم، من الفورم متاعو معناها الشكل متاعو. أول شكل متاع الجنين بعد النطفة تجي العلقة اللي هي شكلها كيما العلقة بالضبط. كذلك فما حاجة أخرى اللي هي العلقة، الصفات متاعها كوني وقت تجي على شيء تكبش فيه. نعم. وهي تمتص الدماء. نعم. والدم ذاك يمشي دانز ان سول سونس، من العبد اللي كبشت فيه ولا الحيوان ولا اللي هو لها هي،
وما تتنحاش العلقة إلا ما ينحاها حد آخر ولا تتنحى بفعل فاعل. واضح. وهذايا يورينا كيفاش تتم عملية الخلق في الرحم في بطن الأم. وربي يقول ونقر في الأرحام ما نشاء. إيش معناه نقر؟ معناه نثبت في الأرحام الإقرار. صحيح. نعم. أي. صحيح. أي. وفي آية أخرى يقول في سورة الأنعام هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. هاي واحدة منهم من اللي قلت قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. شنو الفرق ما بين مستقر ومستودع سي سيف؟ المستقر هو التثبيت، لأني أكل علقة ذيك في الطور متاحة كانت نحات ما تثبتتش في الرحم متاع المرأة لا يكون هناك جنين ولا طفل يولد ولا حتى شيء. سبحان الله. ومستودع إيش معناها مستودع؟ مستودع هي بلاصة تحفظ برشا أشياء للحفظ. علاش؟ خاطر بعدك العلقة هذيك باش تولي برشا حاجات، باش تولي جنين، باش تولي خلاص، باش تولي كافيتي أمنيوتيك، باش تولي برشا حاجات كوردون أمبيليكال، وتحفظ في ثلاثة ظلمات. فما آية أخرى تقول يخلقكم في ثلاثة ظلمات اللي هي الرحم والأبونيفروز والبو، ثلاثة ظلمات هذوك. دونك نرجعوا للتفسير نتاع شنو هي علاقة العلقة بطلب العلم. كأنه ربي يقول لنا راهو العلقة ما يصير خلق الإنسان إلا ما العلقة هذيك تكبش تثبت في رحم المرأة، وهي العلقة كما قلت لك الخاصية نتاعها كوني تكبش في الحاجة وما تتنحاش إلا بفعل فعل. كذلك ربي يأمرنا باش نطلبوا العلم لكي ندركوا ما في القرآن وما في هذا الكون. نعم. والخلق الكل، خاطر بلاش علم مناش مش ندركوا حتى شيء. نعم. هات نمشيو للحيثيات نتاع لأنك أنت كما قلت الكتاب هذا سر العلاقة ما تحدثتش فيه على العلاقة، تحدثت فيه على الإعجاز. على الإعجاز في انطلقت من العلاقة بالضبط تحدثت فيه على برشا مواطن برشا في الإعجاز. هات ناخذوا بعض المواطن في الكتاب هذا. دونك أنا انطلقت من العلاقة باش نوري اللي هو كون ربي خلق الإنسان لطلب العلم. ونحب نذكر زادة بالآية الأخرى اللي هو مش حتى من خلق الإنسان من نطفة وعلقة ومضغة إلى آخره، حتى سيدنا آدم وقت لخلقه من لا شيء علمه الأسماء كلها. علمنا الأسماء كلها. والأسماء ذي ما علمهاش الملائكة اللي هي أقرب الكائنات إلى الله. صح. خلقهم باش يعبدوه باش يلبيوا له أوامره. نعم. أكهو. لكن الإنسان خلقه باش لطلب العلم، اختار واصطفاه. ولا اختار ويقول ربي للملائكة إني أعلم ما لا تعلم. إني أعلم ما لا تعلم. على خاطر الإنسان قادر بطلب العلم أن ينشئ المعجزات. زاد هو باش يطير الصواريخ والطلوع للقمر إلى آخره. نعم. ببرشا حاجات ولينا تو نشوفوا لي فيروس اللي ما نجموش نراوهم بالعين المجردة. هذا الكل من طلب العلم. نعم. أنا طلب العلم يوصلنا لبرشا حاجات نتفوقوا فيها. وفي الكتاب هذايا في الإعجاز العلمي بالقرآن معناها أنا كيما قلت لك راهو بعد ما لقيت برشا آيات اللي ما كنتش نفهمها بصراحة قبل، وبالتقدم تاعي في البحوث العلمية في قراءة البحوث العلمية وليت نفهم بصفة كومبليتمون ديفيرونت معناها الآيات هذيا. وعطيت برشا أمثلة اللي في الحصص الفارطة حكينا عليهم. أي نعم. في مواضع في نعم. ممش الكل أما حكينا الأكثر من نأخذ بعض مثلاً مواطن الإعجاز مثلاً اللي وردت للتذكير. أي للتذكير. أي. حكينا مثلاً كيفاش تتم برمجة الإنسان من اللي هو في بطن أمه. واستشهدنا بالآية اللي في سورة الأحقاف اللي قلنا حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ووضعه وحمله وفصاله 30 شهراً، وفسرنا علميا 30 شهر. صحيح. وقفنا على 30 أيوة. وقلنا ورينا اللي الابحاث العلميه من وقت دافيد باركير اللي في التسعينات اللي هما قالوا لي ميل جور هذوك الالف يوم اللي هما تتم فيهم برمجه الانسان صحه الانسان وقت اللي مش يصير كهل معناها بعد الأربعين سنه تبدا من اللي هو جنين في بطن ام. وفسرنا علميا اللي كونه راهو 900 يوم اللي هما 30 شهر يكون حسب رأيي أصح من 1000 يوم. 1000 يوم على خاطر كما قلت لك كما ما فسرنا علميا زادا اللي البرمجة تصير عن طريق
الجراثيم الحميده اللي في الامعاء نتاع الطفل نتاع الجنين وبعد الطفل وبعد الطفل حتى العمر سنتين الجراثيم الحميده اللي هذاك لانتستان بريميتيف هذاك ما يتخلق كان بعد الثالث شهر في الرابع شهر دونك كيف نحسبوهم نلقاهم 900 يوم ما همش 1000 يوم هذا الاعجاز الاول. تحدثنا زاده على المراحل نتاع البرمجه حكينا اللي وقت الحباله مثلا حكينا على الآية اللي تقول حملته أمه وهنا على وهن وفسرنا الوهن الأول والوهن الثاني وقلنا اللي هو يمكن تجسيمك التسعة حروف هذوك للتسعة شهور متاع الحبالة واللي هو التسعة شهور متاع الحبالة الأطباء متاع النساء والتوليد يقسموهم إلى ثلاثيات ثلاثة ثلاثة شهور الأولانيين وثلاثة شهور الثانيين وثلاثة شهور الثانيين كيما ما الجملة وهنا على وهن وفسرنا الوهن الأول إيش معناها اللي هو تأقلم الجنين هذاك لومبريون مع أمه ما كانش البطن متاع أمه مش يرفضه خاطر هو جايب حاجات ورثها من عند بوه دونك ينجم تكون ترفضه كومبليتمون هذاك علاش الوهن يضعف ربي يضعف لها في المناعة متاعها المناعة متاع المرأة بسبب تتقبلك الجنين هذاك وفسرنا اللي الوهن الثاني هو امتصاص الأغذية من عند المرأة باش يتكون خاطر في الثلاثي الثالث الجنين يكبر بصفة كبيرة معناها يكبر خمسة مرات قد ما يكون هو صغير معناها يلباس من 500 جرام حتى 3500 جرام ولا حتى 4000 جرام 4 كيلو حكينا زادة في الإعجاز العلمي على الأهمية متاع الرضاعة الطبيعية وجات في الكتاب زاد الأهمية متاع الرضاعة الطبيعية واللي كونه البيبي هذاك وقت اللي يرضع أمه حولين كاملين كما ما جاء في سورة البقرة كما ما جاء في سورة الطلاق زاد وفصاله في عامين هذيك حكينا اللي كونه العامين هذوك مهمين برشا في برمجة الصغير عن طريقك الجراثيم الحميدة وكل الجراثيم الحميدة هذيك يورثهم من الحليب نتاع الام نتاعو على خاطر حليب الام هو عنده مكونات خارقه للعاده ماهيش موجوده في حتى حليب نتاع حتى حيوان اخر وكما نحب نفكر الساده المشاهدين اللي كونه الحليب الاصطناعي الحكوك اللي يتباع في الفارماسي الكل مستخرج من حليب البقر كله مستخرج من حليب البقر فهمت والمكونات مهما حاولوا لي لابوغاتوار اللي صنعوا في الحليب هذايا باش يقربوا من حليب لم ما ينجموش يقربوا له علاش؟ خاطر حليب لم ما هوش جامد هو متغير حليب لم متغير اذا كان الصغير يتولد بريماتوري ولا في وقته حليب لم يتغير من اول رضاعه لاخر رضاعه يعني يتغير حسب حاجيات الحاجيات الزمنيه وحاجيات العموريه نتاع الطفل والحاجيات نتاع كل شيء معناها الصالح للطفل في مهما يكون تطور الحياة متاعه وكذلك حليب الأم متكون من هالجراثيم الحميدة اكتشفوا فيه أكثر من 700 نوع متاع جراثيم حميدة اللي تنجم تعديها الأم للصغير متاعها وهي الفاس ملتيبليي في الأمعاء متاعه معناها تتكاثر في الأمعاء متاعه وكذلك حليب الأم فيه الأغذية اللي مش تعطيهم تمشي للجراثيم الحميده باش تتكاثر خاطر كيما قلنا راهو الجراثيم الحميده ذي في الامعاء الغليظه هي تسكن في الامعاء الغليظه بصفه خاصه راهي مليارات 10 على بويسونس 14 معناها 100,000 مليار موجودين في الامعاء الغليظه نتاعنا لازمهم ديما يتكاثروا دونك حليب الام فيه المكونات والاغذيه اللي هما اللي هاشموا لي زوليغو ساكاريد هذوما هيومن ميلك اوليغوساكاريد بالانجليزيه دونك هذوما اللي هاشمولي هم مش موجودين في حتى حليب اخر معناها حتى ولو في الحكوك نتاع لا لا ما همش موجودين دونك هذوما طبعا الا عند الاضطرار يعني وقت اللي ما عندهاش حليب لا هذاك اذا كان المراه مريضه ولا ممنوع عليها باش ترضع ما عندناش هذاك حل اخر رغم اللي في القران سي سيف قال واذا تعاسرتم فسترضعوا له اخرى ايوه وهي قلناها في سوره الطلاق فسترضع ما عادش عندنا العقليه هذه بون خاطر فما مشاكل نتاعك الاخوه بالرضاعه هي باش تصير فيها مشاكل في زماننا توا خاصه في العاصمه قليل في العاصمه هي مسموح بها في القران هي راهو حتى في البلدان الاجنبيه فما اللي لاكتاريوم
الاكثر يوم هما البنوك الحليب الام أيوة. اللي تبيع باثمان باهظه جدا، معناها هما ما عندهمش حكايه الاخوات اخوان بالرضاعه والكل. لكن حتى في ديننا الاسلامي سمح لنا، اما لازم نحترموا المشكله هذه نتاع الاخوات بالرضاعه. وربي قال هذي على خاطر هما كما فسرت في الحلقات الفارطه، قلت راهو هما عندهم البقر وعندهم الابل وعندهم الغنم وعندهم دونك هالقد ما ينجموش يرضعوهم الحليب نتاع الحيوانات هذوما. ربي قال فاذا تعسرتم فسترضعوا له اخرى، باش ياكد على الحليب نتاع الام. يعني الطفل قبل العامين ما ينجمش يرضع اللي يجي، باش يكون في صحه جيده، معناها باش تتبرمج صحته جيده. والأمثال موجودة برشا سي سيف، موجودة برشا. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. ربي سبحانه وتعالى كثيرا ما ضرب الأمثال في القرآن الكريم، وديما المثال هو منهج علمي. أيه؟ منهج علمي لتقريب الصورة ولتوضيح الصورة. شنو ما الأمثلة اللي أوردتها في الكتاب هذا؟ أي أنا تو حكيت على برشا أمثلة في الكتاب، ما نحبش ندخل دون دي ديتاي حتى فما حاجات سيانتيفيك. مثلا فما صور تقول ربي أنشأكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، فسرتها كيفاش لا بروميير فاغ ولا دوزيام فاغ، سا سي تخي معناها حاجات تكنيك ديفيسيل، معناها ما نجمش نفسرها باللغة العربية والكل. لكن انا نتبع في الحلقات نتاعك سي سيف، وانت عطيت برشا امثله هي اخت طب الاطفال واخت طب النساء والتوليد اللي عنده علاقه بطب الاطفال الى اخر والولدين. حكيت انت على العنكبوت، وان اوهن البيوت الى بيت العنكبوت. أيها. اللي احنا كنا نفهموها كون هي البيت هذيك نتاع العنكبوت اللي هي فراجيل على الاخر، على خيط العنكبوت من اقوى ما فهم. من اقوى من الحديد. أيها. اقوى من الحديد، وفسرها العالم اللي جبته أنت. نعم. كونه العنكبوتة كيف تكبر تاكل صغارها ورجلها. صحيح. دونك ما تكونش عائلة. صحيح. أوهن البيوت هي العائلة، ما تكونش عائلة بالكل. عطيت زاد المثال متاع النمل. نعم. لا يحتمنكم سليمان وجنوده. نعم. اللي كون كركاسة متاع النمل كيل باللارة كيف يعفسوها تتكسر. صح. لا يحتمنكم، ما قالش لا يقتلنكم. نعم. ولا حاجة. نعم. أنت عطيت برشا أمثال معناها في الحلقات اللي سبقت. الحمد لله. نحن الحلقات معناها على الحيوانات، على الإنسان، نحن على الطب. نحن دكتورة أكيد أنت متابعة لكل الحلقات، وصلنا لسبعين حلقة. أيوة. سبعين حلقة، وخليني نقول لك مش من باب خليني نقول لك اللي برنامج يعنى برنامج تلفزي يعنى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة ما صارش في تونس، صار في بعض البلدان العربية الأخرى في مصر ولا في سوريا وغيرها، لكن في تونس أظن أنه ما صارش. هذا برنامج فعلا وصلنا اليوم لسبعين حلقة، حاولنا النوع في جميع المجالات في جميع الاختصاصات، حاولنا نثبتوا أنه الدين هذايا ما هوش دين متاع خزعبلات، ماهوش دين متاع الشطحات، معناتها خطر الناس اليوم قاعدة تتهم تربط الدين بالجهل وتربط الدين بالرجعية وتربط الدين بالتخلف وتربط الدين. حاولنا نثبته في أكثر من مرة، في أكثر من مرة أنه الدين هذايا هو دين صحيح للتعبد ولكنه دين علم بامتياز. سيف خليني نعطيك أمثلة أخرى نخرج عن نطاق الطب، وأمثلة زادة نجم نحكي فيها خاطر أنا بكالوريا علوم تجريبية سيانس، معناها قريت المات والفيزيك والشيمي ونفهم في المواضيع هذية بالقدا. مش نعطيك أمثلة في القرآن اللي هي علميا جات تفسير متاح. مثلا في سورة الأنعام كان يورينا سورة الأنعام يقول ربي فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصاعد في السماء إلى آخر الآية. هذايا شنو هذايا علميا ورينا اللي كونه وقت نطلع دون لالتيتود، معناها كونتومونت فوق في الجو، قد ما نطلع الفوق دون لالتيتود لا بريسيون اتموسفيريك الضغط الجوي ينقص، ونسبة الأكسجين تنقص تنقص في الهواء. سبحان الله. وديما الهواء منين يمشي؟ يمشي من البلاصة اللي معناها تتشفط، أنت كي تركب في طيارة ولا قدر الله شباك يتكسر، الناس كل تطير تخرج من الشباك هذاك، خاطر لابريسيون ألي نيجاتيف تشفطها.
كيف يطلع الإنسان الفوق صدره يضيق خاطر ما عادش ينجم يدخل الهواء خاطر لا بريسيون اللي لبرا ضعيفة ياسر. وكذلك نسبة الأكسجين نسبة الأكسجين دونك هذه الفيزياء والكيمياء نسبة الأكسجين تنقص ويقول ربي كأنما يصعد مش يصعد معنى قد ما يجري الفوق قد ما صدر متاعه يضيق عليه يضيق. وحتى التفسير الكلمات صدره ضيقا حرجا حرجا عمال يمشي ويضيق مش يولي دون زون امباس معناه هذه تفسيرها راني شفتها في المنجد ينجم يفقد الحياة صحيح. واحنا حتى في السكوريزم سي سيف وقت نجيو مش نسعفوا انسان غاب على الوعي نبطحوه في الارض في اسفل بلاصة باش نحطوه في النسبة الاكثر تاع اكسجين خاطر قد ما تطلع الفوق قد ما نسبة الاكسجين تنقص. هذاك علاش رواد الفضاء يلبسوا كل الوحده ذيك اللي يتنفسوا بها سينو ما ينجموش يتنفسوا راه هذا مثال في الفيزياء والكيمياء. باش نعطيك مثال في الرياضيات سي سيف ويظهر لي الشيخ عليه وانا فقت به درنيير مونزي هات تعديونا الايات الاخرين سوره السجده والملك والنحل ولا سوره الاعراف لو تسمحوا دونك ربي يقول في سوره السجده ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نعم. سورة الملك قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. في كل مرة يسبق السمع. السمع والأبصار والأفئدة في الترتيب هذا. وقد غاد سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس هذو جهنم لطف الكفار به لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون به احنا في علم الرياضيات شقرين قرينا في ترتيب الأعداد الأعداد الإيجابية تمشي من 1 2 3 4 5 6 والأعداد السلبية بالمقلوب صح بالمقلوب السلبية 1 أكبر من سلبي 2 صح يمشيوا بالمقلوب هكا ولا صحيح شو ربي إش قال في كي جاء في الصورة الإيجابية جعلنا لكم السمع والأبصار والأفئدة لا هذه قوية باش تفقهوا باش تتعلموا باش تدبروا ما في الحياة الثلاثة الصور الأولانيين ثلاثة الآيات الأولانيين الترتيب جاء السمع والبصر والأفئدة والترتيب إيجابي إيجابي يتحدث على شيء إيجابي في النيجاتيف كي جاء في النيجاتيف يتحدث على قلبهم سبحان الله قلبهم وليت قلوبا لا تفقهون بها أبصارا أعينا لا تبصرون بها وأذن لا يسمعون بها سنة مزيل الشيء مزيل به في الثلاثة الآيات الأولانيين ربي أعطاه الوظيفة نتاع العذو أعطاه الوظيفة الإيجابية قال تسمع وتبصر والأفئدة اللي هي باش تدرك بها أفئدة في أغلب الأحيان هي العقل العقل, يعني العقل بالضبط وفي الأعراف وقت اللي جاء في الصيغة السلبية ذكر العذو العذو ذكرها القلوب لا تفقهون بها والسمع والعين اللي ما تبصرش بها والأذن اللي ما تسمعش بها اش معناها؟ معناها ربي أعطاك أنت العذو وأنت ما عرفتش تستعمله سبحان الله وقال أولئك كالأنعام علاش خاطر الحيوانات عندهم أذان وعندهم عيون يراو بها وعندهم حتى مش ما نقولش أفئدة يعقلون بها أما عندهم ريفليكس كونديشنين أي ريفليكس فما دريساج بالضبط معناها كونتي لو دريس على حاجة يسانس بها ينجم حتى حشاك اللي بهيم توريه ثنية ولا يروح ولا يروح ولا صحيح قال كان أنعامي معناها الأنعام تولي هي تستغل فك النظر متاحة والسمع متاحة والتدبر متاحة أكثر من الكفار معناها ربي أعطاهم الأعضاء وما نجموش يستعملوهم ما يمكن في الحيوانات وقال لهم أولئك هم الغافلون سي سيف تعرفش معناها الغافلون فسرتها في المنجد هو الذي يتعمد الغفلة يتعمد الغفلة الغفلة هي معناها ما يهتمش يسهى السهو لكن يتعمد السهو معناها
ما يحبش يقرا القران، ما يحبش يتدبر القران ويتعمد هذايا. انا هذا هو شن نحب المساج اللي نحب نوصله سي سيد، اللي كونه ربي قال لنا اقرا ما سالش نجربوا نقراو، نجربوا نتدبروا، جربوا ما سالش ما نحكموش قبل ما نجرب. للاسف الشديد للاسف دكتوره، وربي ايش يقول؟ يقول تفضل. تلك في سوره العنكبوت، مش نكمل اخذت برشا، لا مثال، وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، وما يعقلها الا العالمون. اي نعم، راو اذا كان ما تطلبش العلم ما تنجمش تفهم. وذاك علاش دكتوره ربي سبحانه وتعالى نزل اهل العلم والعلماء المنزله اللي ما نزلها لحتى واحد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دكتورة أكيد أنت ديما نحب كما قلت أنا قبيلة في بداية الحلقة أنه مجازفة منك، أنا نحب نشكرك بداية على المجازفة، لأنه كما قلت في هالزمان هذايا في ظل الصراعات الإيديولوجية يعني برشا ناس يقول لك لا ما فماش، وهما طب وهما علماء، هما تعرف اللي انت فما ناس يقول لك لا ما فما حتى علاقه ما بين الدين والعلم، ولكن الثابت انه فما علاقه كبيره، وحتى فما ناس ما همش مسلمين اصلا اقروا بهذه العلاقه، اقروا بصحه ما جاء في القران الكريم بالرغم انه ما عندوش علاقه بالقران. نحب نشكرك اول شيء على المجازفه، وثاني شيء على هالكتيب القيم هذايا. برشا ناس سألوني عليه وين ينجموا نلقاو الكتاب هذا؟ في دار السنتر اونيفرسيتير دو بوبليكاسيون، سنتر سنتر دو بوبليكاسيون اونيفرسيتير، سنتر كيفاش بالعربي؟ مركز، مركز النشر الجامعي بمنوبة، مركز النشر الجامعي بمنوبة، موجود يلقاو غاديك، موجود حتى في المعارض يلقاو. نحب نقول لهم ميسالش قبل ما تعطي رايك، اقرا الكتاب. لا والله ماهوش بالضروره باش يقرا الكتاب نتاعي، خاطر الكتاب نتاعي انا جيت بامور علميه طبيه بحته، معناها انسان ما يعرفش ابسط الحاجات في الطب يمكن ما ينجمش يفهمه، خاطر استدليت برشا حاجات سيانتيفيك تكنيك معناها. اما لا، حاول اقرا القران. اي لا، من منطلق العلم نتاعك حاول افهم. لا انا مشكلتي دكتوره سامحني، مشكلتي اللي فما ناس قاعده تشكك في علاقه العلم بالدين وهو عمره ما بحث، ما عمره ما قرأ القرآن وما عمره ما بحث حتى في مجال علمي، مع الأسف فقط منين. هو يتحدث بالمنطق هذا لمنطلقات إيديولوجية أو صراعات أخرى ما عندها حتى علاقة بالشيء اللي نحن نحب نطرحوه في برنامج فعلم، اللي نحن حاولنا بفضل الله على مدار 70 حلقة، ما زالونا بعض الحلقات قبل ما يجي شهر رمضان بإذن الله تعالى. دكتورة أنا فرحان، علاش؟ لاني انا مريض شويه، مريض شويه وخذيت راحتي معاك، يعني ما خليتك الحمد لله، وانت ديما حتى الاولاد المخرجه والاولاد ورجاء كل يقولوا لي خليها تتكلم قدر المستطاع، لانه بالحق كي تتكلم انت لازمنا نحن وامثالك من اهل العلم لازمنا نحن قال الاخر نثنيوا الركبه ونسمعوكم ونزلوكم المنزلة. والله من ما معناها ما زلت ما عرفت حتى شيء، هذا من باب التواضع، هذا من باب التواضع، ولكن نحن كي نلقاو كتاب كيما هذايا في تونس يتحدث على سر العلاقة، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، من نجمو كان نحطوه في قروسنا، ومن نجمو كان نثمنوه، ومن نجمو كان ندفعوا به إلى ونقول إلى أهل العلم في جميع المجالات وفي جميع الاختصاصات، ابحث راهو في تونس، في مصر، في سوريا، في بعض البلدان العربية ترقى في كل مجال، ترقى مراكز للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، لكن اليوم نحن ما عندناش في تونس للأسف الشديد، ولكن هاو بفضل الله هذا كنز من الكنوز، وإن شاء الله ينسجوا بعض أهل العلم على منواله بقطع النظر على الأفكار الأخرى اللي ما عندها حتى علاقة بالعلم، أو ما عندها حتى علاقة بالإيديولوجيا. خليني نقول أنه أحب من أحب وكره من كره، الإسلام هو دين علم بامتياز، أي نعم للتعبد، ولكن هو دين علم بامتياز. إن شاء الله ربي فقهنا في الدين، وإن شاء الله ربي علمنا، وإن شاء الله ربي فهمنا. دكتورة يعطيك الصحة، بارك الله فيك ومرة أخرى الحمد لله على السلامة. إن شاء الله كنت بلغت، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، وأنا كما قلت لك ارتحت وخليتك تتكلم أكثر ما يمكن وما حاولتش نقص عليك،
يعطيك الصحة وبارك الله فيك، وإن شاء الله الباب محلول ومفتوح ليك فين تبادرك فكرة أو شيء تكلم خوك سيف. تشرفنا بإذن الله تعالى، يعطيك الصحة الدكتورة أسماء بوعزيز رئيس قسم طب الأطفال والولدان ببن عروس. ربي يعلم قامك وربي يحفظك وربي يفضل لك الوالدة وربي يفضل لك عيشوشة بنت ولدك ربي يحفظها إن شاء الله. على كل حال هذه حلقة، ربي يرحم بابا اللي زرع فينا حب العلم. بابا كان إمام جامع وكان زيتوني، شيخ زيتوني. ما لا شيء من أتاه لا يستغرب. إمام جامع من زيتوني. ما لك هو ما لك هو اللي زرع فينا حب العلم. ما لك هو ما لك هو أكل منين قال لأخرك العريف مك الشجرة. ربي يرحمه إن شاء الله، ربي يجعله من أهل الجنة. يعطيك الصحة دكتورة، ربي ينفع بيك وربي يفضلك، يعطيك الصحة. هكا نكونوا أنهينا لقاءنا اليوم من برنامج فعلم، هذا البرنامج الذي يعنى بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة. إن شاء الله بإذن الله تعالى في لقاءاتنا القادمة اللي هي بقات 5-6-7 حلقات على أقصى التقدير، نزيد نعطيه وجوه أو أوجه الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، حتى نثبت لمن يشكك ولا زال يشكك أنه الإسلام هو دين وعلم بامتياز. إن شاء الله بإذن الله تعالى نتلقاو يوم الجمعة في برنامج نفحات لربعة متاع العشية. نتلقاو اتصالاتكم على 56-129-129. لم يبقى لي إلا أن أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.